السلام عليكم. انا السيده اللي كنت الاخت ديالي، كنا جينا وكان منعنا من زياره الوالدين ديالنا. جينا العقيبال بان كيبيع الارض ومفرط في يعني الاهمال للوالدين ديالي، ما كيديهم لا طبيب لا عيشه مزيانه لا والو. وكنا جينا باش نسمعوا الاقوال ديالنا، حيت كنا برا ودخلنا المحامي وباش يسمعوا الاقوال ديالنا البوليس. على اساس باش جينا لحد وعدنا الطياره مقطعه الجمعه، قلنا ماشي جينا وما نمشيش نشوفوا الوالدين ديالنا، دارو خصنا نطلعوا عليهم. طلعنا للقبل باش نطلعوا والدينا، قبل ما نطلعوا مشينا للكوماساريه، بان حيت سبق المره ديال هاد الاخ كتجري على خاي، هو كان برا عايش دابا هنايا في المغرب، كتمنعوا بزياره الوالدين باش ما يمشيش يشوف اش كياكلوا اش كيشربوا اش كي هذا، ما كيبغيش يجي لتما، كيجريو عليه. وعدنا الفيديو مصور بان كيجريو عليه، وحنا مش شفنا ديك الفيديو، قلنا اختي عندها 70 عام وانا كذلك عندي ولادي صغار، وحله في راسي ما بغيتش يوقع لنا نفس المشكل، خفنا من الصداع وخفنا من هادشي هذا. مشينا للبوليس، حنا ما جينا نوقفوا حدا الباب، لقيناه تما، لقينا حدا الباب ناو كيغوتوها مراتو وكذا. وقع اللي وقع، انا تسبب لي في الاجهاض. الاخت ديالي كبر مني، حتى هي ضربات مراتو وهرست ثلاث تليفون. دابا الاخت ديالي مشات بحالها، وانا بقيت مع النزيف وهادشي، مع الطبيب كنت بقيت مع الطبيب وكشي، حتى وليت شويه وهادي بقيت هنايا ما طلعتش. ومع ذلك كانت الوالده ديالي الحاله ديالها كتدهور نهار على نهار، كنت كنمشي يومي كنقول لهم الوالده ديالي الحاله ديالها ما كتعجبنيش، خاصها الطبيب. بحال اللي كنهضر مع الحيط، كينوض هو كيداوز معايا هو ومراتو كيقولوا لي على شنو بغيتي دير 100 عام؟ علاش ما كاين علاش تمشي للطبيب؟ واش شنو بغيتي؟ وعندها 30 عام صافي ما تموتش، بهاد الالفاظ هادي وما زدتش كنزيدش من راسي. هاد الهضره كيقولها كيقول له انا واحد بنت اختي مربياها صردت الفلوس واحد الجار ديالنا وعنده الطوموبيل وكلفت في الرمليه مشات مع باش تمشي معاه للطبيب ديال العرايش، حيت انا ديت الطبيب هنايا قال لي خصها تعمل سكانير في العرايش. انا ما عنديش الطوموبيل هنايا مالي، جاو الجيران ديالي لا كثر خيرهم، هزها بالطوموبيل ديالو وداها العرايش. هذاك النهار بعدا قبل ما يديها العرايش قلت للوالده ديالي، قلت للخدامه سيري بحالك الدار ديالك، الوالده نديها عندي وسميتو، والام ديالي يديها والجار ديالنا ومعاه فرمليه. جات مراته قالت لي والله لا خرجتيها، والله لا خرجتيها، والله لا خرجتيها طيح الروح. هاد المراه ديالو عندها فمها غير الروح، عندها واحد ولد ما لا خدمه لا والو، يعني كتقول لك القفاه 16 عام 17 عام توصل له الحبس بهاد الهضره هادي. انا شفت هكا شبرت خرج بحالي، حتى شي شويه كنشوفو ركب معاه وداوها العرايش عملوا لها سكالير ولاو جابوها. يعني لا غدا وليت عندي ولدي صغيور فيه جاتو الكحبه وفيه السخانه، مشيت كنشوف الوالد ديالي يعني ما يجيش السكالير ولا يدوها للطبيب، يعني يا طبيب المخزن طبيب ديال الدوله ما داوهاش، ما ولاش يداها، بقات هكاك. انا مي شفت هكاك كنشوف راسي مهده، يعني انا في دارنا وما جالساش مرتاحه، يعني كنمشي ما كانش عارفه براسي حتى كندخل كتقول لي امي في غاده، كنقول لها امي انا غنولي شا نقول لها، نقول لها راه رانا غنتقتل ولا يقدروا يضربوني في هذيك اللحظه، حيت انا بوحدي معايا لا راجلي لا حتى شي واحد. بقيت هكاك مشيت بحالي سيدي لحقاش، كوكو بقيت كنت غنموت ونخلي ولادي، عندي ولادي صغار خليتهم مع باهم، انا كوكو بقيت كومت. انا مشيت هاربه مشيت بحالي، مشيت الاثنين الجمعه ماتت، اثنين الجمعه الولاده اللي ماتت قبل ما تموت. الثلاثه قلت لهم هزوها، صارت واحد ابن الخت ديالي قلت له الله يخليك هزها وديها للكلينيكا، قال ما خلاوهش، قال له ما تخرجش من الدار. صارت للطبيب من هنا من طلع للطبيب شافها اكتشف ليها وشافها، قال لهم السيده فيها السكر والطانسيون وخاصها تعمل تحاليل ونخرج لها الدواء اللي وافقه. ودابا انا كنت اديوها للكلينيك كتكلفوا بكل شيء، ما داوهاش لا غدا شنو داروا، هزوها وداوها لمريم بيتها وقياله وبيتها وصبحه. واحد بنت اختي خدامه في العرايش
قالت لي خالتي طبقت الغداء راه ما تصبحش، يعني خل كلهم سمحوا فيها ولاو بحالهم قصر، خلوها بوحدها. لا غدا مش شفت انا الوالده بقات بوحدها. وهادي اتصلت بالطبيب تما في طنجه انا والبنت الاخت ديالي، صردنا البولانسيا بان ديها لطنجه الانعاش، حيت علاش؟ قال ما عندهمش الانعاش. السيده مره ميته وخلوها بلا انعاش لا والو، كما عاديه. صردنا البولانسيا من 10 الصباح وهي كتسناو حتى الخمسة د حتى توفات الوالده وهي كتسنى على برا. قال لك هو لا خرجت ولا لا خرجت ولا خرجت، هو كيحلف. وكدابز مع الاخ ديالي صغار مني ما خلاهاش حتى توفات مسكينه، تقليد ورقبت على هذاك المجرم هذاك. هادشي اللي كاينه. ودابا الغالي في الامر، دابا انا جيت قبل ما تكمل الشهر الوالده، الوالي كنت متيقن انا مي كانت الوالده ديالي مي توفات هذيك، يقولوا باك يعني ما يطولش، يعني الصبه والماء عايش ما كياكل شيء. كنقول له يعني دي يعني ماشي ضعنا في الوالده وندعو حتى في الوالد وفلوسه، ماشي ما عندوش برزقه، يعني الوالد ديالي برزقه كيتصرف فيه غير هو كيمشي يبيع الارض وشحال قطعه باعها. كان بالنهار نوريكم القطعات اللي باع، وعندنا الاسماء ديالو، عندنا كل شيء، وعندنا الفيديو، عندنا الاثبات كامل. السيد كيبيع الارض وكيشبر فلوس ديال الكرا، ما كيخلص لا ضو لا ما. عندي الفواتير، مشيت اليوم في الصباح جبت الفواتير للسيد، ما كيخلص لا ضو لا ما، لا ضو لا ما، لا حتى شي حاجه. وبا جالس مغطي بالمانط بالكواش ومخليه. انا دابا بغيت انا مشيت، مشاو معايا البوليس، شفت الوالد ديالي دقيقه المكانه كاذب له في العقل، دايلو في العقل ديالو، كيقول لهم راه جاو على الورد. اين الورد؟ شكون اللي هضر على الورد؟ انا جيت نترحم على الوالده ديالي، وجيت نشوف الاب ديالي، نجلس في الدار ديالنا ونشم الريحه ديال حوايج دمي، ونبكي في دارنا اللي كبرت فيها وتربيت فيها. مانعني نبلج، مي قررت نجي اديها عنده للدار وبلج عليه. كيقول لك ما الا بغيتي باك تتنازلي لي، عشان كذا تنازلي اللي طيح لي بلادي من كرشي. انت نازل على الوالد اللي مانعني منه، انت نازل على الوالده اللي ماتت بالاهمال، لا طبيب لا والو. كيقول لك هو كيقول المحكمه للتقديم، قال لهم انا كنوكلهم ماكله سبيسيال، ما كنوكلهمش العدس الحمص اللوبيا. وقالت لي اختي الوالده هذيك النهار اللي عندي العرايش عطاها العدس عنده يومين في الثلاجه.